السلام عليكم ورحمة الله. هاي حي الرحمة الثاني، هاي المدرسة الابتدائية. هذا الخيس شوفوا، حوطها من مين ما شاء الله. هاي الزبالة تحيط بيها همة. هاي المدرسة كرفانات، وهذا الماي باب المدرسة. حتى لا احد يقول ماكو هيك شيء. وهاي شوف الماي يحيط بالبيوت كلها، وهذا الماي، وهاي شيء حشوفوها وين واصله، نص الشارع يعني ماكو، بس هاي المسافه الصغيرونه اللي تفوت من عندها الطلاب. وهاي شيء حشوفوها قبال المدرسه. ها كلها باعوها. شوف الخيس مقلع، تقول مو نص بشريه، نص ناس. ها شوفوها، وذاك الشارع مسوي له تل من الماء حتى لا يطلع الشارع. ها شوف هذا الشارع بقى. هاي معانتنا المسؤولين، اناشد شكو شريف، شكو صحفي، انسان مؤمن مخلص لهالبلد، بهالمسؤولية بهالبلد، يجي يشوفنا يشوف حالنا. بعد ما عدنا غير التصوير وننشر، عسى وان الله يجيب لنا واحد شريف يلبي مطلبنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.